إنها صور لحرب شوارع تخوضها هنا القوات الشيشانية الداعمة لموسكو. ماريوبول في الجنوب الشرقي الأوكراني. يضيق الخناق على المدينة الاستراتيجية المطلة على بحر أزوف. كذلك يفعل الانفصاليون وهم يوجهون نيران مدافعهم صوب ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع، والتي أصبحت مقبرة كبيرة لنحو 21 ألف مدني من سكانها. ماريوبول بوتشا مضروبة في مئة، يقول عمدتها. أحدث التقديرات تشير إلى مقتل نحو 21 ألف مدني منذ بدء الغزو الروسي. من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرا لاستمرار القتال في الشوارع. ما يحدث هو إبادة جماعية وجرائم حرب. الخناق العسكري الروسي يضرب جل الشرق الأوكراني، ما توضحه الصور هنا من علن. أرتال حشود كبيرة على التراب الأوكراني وقواعد عسكرية متأهبة للروس الذين أعلنوا عن استسلام أكثر من 1000 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول. في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع المعادن إليتش، نتيجة للعملية الهجومية الناجحة للقوات المسلحة الروسية ووحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد استسلم 1026 جنديا أوكرانيا من اللواء البحري. القوات الروسية سمحت هنا لممثلي وسائل إعلام بالتجول في مدينة يتحدث الأوكران عن دمارها بنسبة 90%. هنا يتوجه الصحفيون إلى المسرح الشهير في ماريوبول عبر ساحة شهدت حربا طاحنة. وهكذا كانت الصورة من ساحة المسرح ذاتها من قبل. شوهت الحرب المدينة بشكل كبير كعديد مدن أخرى في هذا البلد.